بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة التعليم الفني الصناعي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. حلقتنا النهاردة مخصصة لطلبة الصف الثاني تريكو ال. عايزين نتعرف مع بعض النهاردة أبنائي وبناتي على المواد بتاعتنا اللي هندرسها إن شاء الله في الصف الثاني. بس قبل ما نبدأ فيها لازم أقول ملحوظة مهمة جدا. احنا طالب التعليم الفني لازم يكون يكسب مجموعة من المهارات عشان يخرج لسوق العمل وهو محمل بهذه المهارات. يبقى الطبيعي ما ينفعش ان انا اقول ان انا امتحنت المادة واقفل الكتاب واشيله، لا، ده احنا لازم نكون فاهمين كويس جدا كل موادنا، لان المواد بتاعتنا مواد متصلة. يعني ايه مواد متصلة؟ يعني اللي احنا اخدناه في سنة اولى بنبدأ نكمل عليه في سنة تانية، وإن شاء الله نختم بيه في سنة تالتة، نخرج لسوق العمل وإحنا محملين بكل المهارات اللي إحنا اكتسبناها طول فترة الدراسة. عايزين ناخد بالنا قوي لما بنات سنة تانية إن في سنة أولى اتلغى معانا منهج شهر 5، وبالتالي جميع الطلبة ما ذاكرتوش. طب أنا أتمنى من أبنائي وبناتي قبل ما نبدأ الصف الثاني في المذاكرة نبدأ كده نفتكر إحنا كنا واخدين إيه في شهر 3 وشهر 4 في سنة أولى، وعلى أساسه نبدأ نكمل شهر 5 لأن ده مهم جدا وببدأ أكمل بيه. طب إيه هي المواد بتاعتي في سنة تانية اللي متصلة معايا من سنة أولى؟ درسنا في سنة أولى المعدات، درسنا الرسم الفني، درسنا التراكيب، درسنا الخامات. طب وإيه اللي هيتضاف معايا هنا في سنة تانية؟ هيتضاف مجموعة تانية من المواد، طبعا بالإضافة للأربع مواد السابقة اللي هي إيه؟ المعدات والتراكيب والرسم الفني والخامات. هنكمل عليهم كمان بمادتين جداد، هما مادة التخطيط وإدارة الإنتاج ومادة المقايسات والتكاليف، وطبعا دي مواد مستمرة معانا كمان في الصف الثالث. نبدأ كده مع بعض ونشوف المواد بتاعتنا. أول حاجة عندي هي مادة المعدات. يبقى مادة المعدات دي من المواد المهمة عندي الأساسية عندي في التخصص. ثانيا التراكيب البنائية، يبقى احنا عندنا اول مادة كانت المعدات وتاني مادة هي التراكيب البنائية. تالت مادة عندي هي الرسم الفني، والرسم الفني ده مادة كنا درسناها من سنة اولى. رابعا الخامات النسجية، وبرضو احنا درسناها في سنة اولى وهنكمل عليها ان شاء الله في سنة تانية. عندي بعد كده كمان مادتين جداد. ايه هما المادتين الجداد عندي؟ اللي هو التخطيط وإدارة الإنتاج والمقايسات والتكاليف. طب إيه هي مادة التخطيط وإيه هي مادة المقايسات؟ عايزين ناخد فكرة عنها كده قبل ما أبدأ حلقة النهاردة. طب إيه هي التخطيط وإدارة الإنتاج؟ التخطيط وإدارة الإنتاج دي مادة نظرية ببدأ بيها في سنة تانية وبكملها في سنة تالتة. بتشمل كل ما هو داخل المصنع. يعني إيه؟ يعني عمالة، يعني ماكينات، يعني أدوات، يعني آلات، كل ما يخص المصنع بندرسه في مادة التخطيط وإدارة الإنتاج. منقسم عندي لجزئين، جزء بندرسه في سنة تانية وهو خاص بأنواع التخطيط والعمالة والمصنع ومنشآته، وبنكمل عليه إن شاء الله في سنة تالتة اللي هو بقية أنواع التخطيط، وبنكمل مع بعض إزاي أختار موقع المصنع، إزاي أشتغل موقع مصنع، إزاي أدي مهارات للعمالة. كل ده بندرسه ما بين تانية وتالتة. طب وإيه المقايسات؟ مقايسات وتكاليف الإنتاج دي مادة من المواد المهمة جدا عندنا في سنة تانية، أساسها تانية وبنكمل بيها سنة تالتة. اللي أنا عايزة أوصل بيها في النهاية سعر المنتج بتاعي إيه؟ دي أهم حاجة عندي في المواد بتاعتي. يبقى أنا عندي ست مواد عندنا في سنة تانية في الصف الثاني تريكو آلي. هنبدأ مع بعض أول مادة النهاردة هي اللي هنبدأ نتكلم عنها، وبعد كده في حلقات قادمة إن شاء الله هنكمل ونتعرف على بقية المواد. المادة الأولانية عندي أهي، أول حاجة عندي هي أولا المعدات والماكينات. المعدات والماكينات عندي هنا منقسمة لإيه؟ المنهج بتاعي مقسم إلى كم باب؟ عندي 5 أبواب. أدي محتويات المنهج بتاعي عبارة عن 5 أبواب. هنتعرف النهاردة كل باب فيه ايه. الباب الاولاني عندي هو ماكينة التريكو المستطيلة الاوتوماتيكية النصف جكر، وهنقف دقيقتين عند المكنة دي لان الباب الاول كله عن المكنة دي. طيب هل احنا بدأناها دراستها من سنة اولى؟ احنا بدأنا الماكينة المستطيلة من سنة اولى،
بس كنا واخدين الماكينة المستطيلة العادية، لكن هنا دي ماكينة أوتوماتيكية، يعني بتشتغل بالموتور أو بالمحرك الكهربي وكمان نصف جكر. طب أنا استفدت إيه بكلمة نصف جكر دي؟ زودت لي إيه؟ زودت لي إمكانية إنتاج تصميمات يصعب إنتاجها على الماكينة المستطيلة العادية. طب ليه؟ إشمعنى دي؟ أيوه، لأن إحنا أضفنا فيها هنا نوعين من الإبر، إبر كعب طويل وإبر كعب قصير. يبقى في الحالة دي بقى عندي إمكانية إن أنا أشغل الإبر الطويلة لوحدها، أشغل الإبر القصيرة لوحدها، وبالتالي أعمل مجموعة من التصميمات بترتيب الإبر المختلفة. يبقى أنا عندي هنا الفرق الأساسي ما بين المكنة المستطيلة العادية اللي إحنا درسناها في سنة أولى والمكنة اللي إحنا هندرسها إن شاء الله بالتفصيل في سنة تانية، هو وجود نوعين من الإبر. طبعا لوجود نوعين من الإبر دي كان لازم حاجات كتيرة تتغير، كمان لأن هي أوتوماتيك كان لازم نزود بعض الأجزاء اللي بتتحكم في المكنة. طب وجود نوعين من الإبر إيه اللي هيفرق معايا؟ هيفرق معايا مجموع الكامات. يبقى مجموعة الكامات عندي لازم يكون ليها حركات، بحيث إن أنا أحيانا أشغل الإبر الطويلة بس، وأحيانا أشغل الإبر ذات الكعب القصير بس، وبالتالي أحصل على تأثيرات نسجية في القماشة بتاعتي. طيب نبدأ مع بعض ونشوف إيه هي أجزاء المكنة المستطيلة الأوتوماتيكية النصف جكر. أول جزء عندي ده شكل الرسم التخطيطي للمكنة المستطيلة. لو أنا بصيت هلاقي قدامي هنا حامل الكونات اللي هو عبارة عن القاعدة الخشبية اللي خلف الماكينة وبها مجموعة من الكونات. في أمام عندي، في عندي دلوقتي قضيبي الإبر. أنا المكنة دي اسمها ماكينة مستطيلة، يبقى أنا عندي قضيبي الإبر قضيبين مستطيلين بيبقى موجود فيهم الإبر. عندي تحت بيبقى موجود جهاز سحب وطي القماش، وعندي فوق جهاز سحب وتنظيم شد الخيط اللي هو المسؤول عن الخيط بتاعي. نبدأ مع بعض هندرس المكنة دي من حيث إيه؟ هندرس المكنة من حيث الأجزاء الرئيسية. يعني إيه الأجزاء الرئيسية؟ يعني اللي بتتكون منها المكنة، وكمان هنعرفها، هنعرفها هنقول إن هي إحدى أنواع ماكينات تريكو اللحمة. وعند كلمة لحمة وهقف ليه؟ لأن إحنا عارفين إن إحنا من سنة أولى وإحنا بندرس إن إحنا عندنا نوعين من ماكينات التريكو. يعني إيه نوعين من ماكينات التريكو؟ عندنا ماكينات تريكو سدة وماكينات تريكو لحمة. ماكينات تريكو سدة اللي هو بيكون مغذي كل خيط ليه مغذي، لكن عندنا الماكينات تريكو اللحمة خيط واحد هو اللي بيغذي كل الإبر. طيب ده بالنسبة لتعريف. هناخد كمان جوج الماكينة. ايه جوج الماكينة؟ جوج الماكينة هو عبارة عن عدد الإبر في الوحدة القياسية. يعني ايه عدد الإبر في الوحدة القياسية؟ يعني انا عندي الجوج مثلا لو قلت 8 إبرة او 12 إبرة، ايه الفرق ما بين الاتنين؟ لو كانت 8 إبرة يبقى 8 انجليزي بتبقى الإبرة أتخن اما انا اقول 12 انجليزي، يعني انا عدد الابر عندي كل ما بيزيد عدد الابر بيقل سمكه. نكمل مع بعض وهناخد اهم الاجزاء. اهم الاجزاء عندي هو قضيب الابر الامامي، وبما ان دي مكنه مستطيله يبقى طبيعي هعرف على طول ان قضيب الابر ده ايه. قضيب مستطيل وبيمتد بعرض الماكينه وبيقسم الى بيوت لوضع الابر. ده اول جزء عندي. الجزء الثاني هو قضيب الإبر الخلفي اللي هو بيشبه تماما قضيب الإبر الأمامي، إلا إنه فيه يد اسمها يد العريجة أو جهاز العريجة. يبقى أول جزء عندي قضيب الإبر الأمامي، الجزء الثاني قضيب الإبر الخلفي. وطبعا لما نبدأ في دراسة المادة هنبدأ ناخد كل جزء بالتفصيل. ثالث جزء عندي هي الإبر المستخدمة، هي الإبرة ذات اللسان اللي احنا اتفقنا ان هي عبارة عن ايه؟ نوعين، ابرة كعب طويل وابرة كعب قصير. عندي رقم 4 جهاز سحب وتنظيم شد الخيط. جهاز سحب وتنظيم شد الخيط ده بلاقيه يتكون من مجموعة من الاجزاء. عندي وحدة شدد، عندي الصياد اللي هو وظيفته امتصاص الخيط الزايد، ووحدة الشدد اللي هي عبارة عن طبقين من المعدن اللي بيمر بينهم الخيط وبيضغط على احدهما ياي او سوسته ووظيفتها تنظيم سحب وشد الخيط. اما الصياد اللي هو عباره عن سلك مرن وظيفته امتصاص الخيط الزائد. وطبعا كل خيط عندي لازم يكون ليه منظم للشد.
عندي بعد كده رقم 5 قضيبي تحريك العربة. ايه قضيبي تحريك العربة دي؟ عبارة عن قضيبين اللي بتبدأ العربة تتحرك عليه. عندي كمان رقم 6 لوحة الكامات. لوحة الكامات انا عندي مجموعة من الكامات. ايه هي مجموعة الكامات اللي هنتعرف عليها بالتفصيل؟ عندي كامات صعود وكامات هبوط وكامات سرة وكامات حرس. عندي كامات الصعود دي اسمها صعود، يبقى وظيفتها صعود الإبر إلى أعلى، وفي الحالة دي لوجود نوعين من الإبر هنعمل لها 3 حركات. إيه هما ال3 حركات؟ تشغيل ونص تشغيل وعدم تشغيل. تشغيل ده معناه إن الإبر كلها تشتغل، أما النص تشغيل معناها إيه؟ إن الإبر الطويلة بس هي اللي هتشتغل والإبر الكعب القصير مش هتشتغل. أما عدم تشغيل يبقى معناها ولا هشغل الكعب الطويل ولا هشغل الكعب القصير. عندي بعد كده رقم 7 الطولمبة. إيه الطولمبة دي؟ الطولمبة هو جهاز التقاط المغذيات. يبقى أنا عندي ده جهاز بيبقى موجود فوق العربة من أعلى، ووظيفته اختيار المغذي المطلوب. يعني أنا هعمل مثلا قماشة من 4 ألوان، يبقى أنا محتاجة 4 مغذيات قدامي. أنا عايزة المغذي الأولاني الأول، يبقى عن طريق الطولمبة بالأصابع المعدنية بتاعتها ببدأ آخد المغذي المطلوب واشتغل بيه عدد الأسطر اللي أنا عايزاها، وبعد كده آخد المغذي الثاني والثالث والرابع. فاسمها في المصانع الطولمبة أو جهاز التقاط المغذيات. ده بالنسبة لي جهاز الطولمبة اللي أنا هختاره عن طريق المغذيات. عندي بعد كده رقم 8 المغذي. المغذي ده بيختلف شكله وحجمه حسب نوع الماكينة. يعني أيا كان نوع الماكينة الأساس بتاعه واحد، هو وظيفته إيه؟ تغذية الإبر بالخيط، لأن اسمه مغذي. مادام اسمه مغذي يبقى وظيفته هي تغذية الإبر بالخيط. يبقى نكمل مع بعض. جهاز سحب وطي القماش ده طبعا موجود أسفل الماكينة، وهيتكون وظيفته هي سحب وطي القماش، عشان كده سميناه جهاز سحب وطي القماش. عندي رقم 10 جهاز العريجة. رقم 10 جهاز العريجة اللي هو بيعمل لي غرزة الزجزاج، وتبقى متصل بقضيب الإبر الخلفي. عندي بعد كده كمان من ضمن الأجزاء هي جهاز العربة، اللي هو بيحتوي على مجموعة الكامات، بيحتوي على الطولمبة أو جهاز التقاط المغذيات، بيحتوي على الفرش. يعني معنى كده ان الجهاز ده او جهاز العربة فيه كل حاجة بقدر اشغلها. ده هو كمان اللي بيتحرك يمينا ويسارا حاملا للمغذي. عندي رقم 12 هو الحساسات. طبعا المكنة دي مكنة اوتوماتيك، يبقى طبيعي لازم يكون ليها حساس. يعني ايه لازم يكون ليها حساس؟ يعني فتلات قطعت هتقف المكنة ازاي؟ يبقى لازم يكون عندي حساس لإيقاف الماكينة عند انقطاع الخيط. كمان لو الإبرة اتكسرت يبقى أنا عندي حساس لإيقاف الماكينة عند كسر الإبرة. كمان اسطوانة السحب والطي اتملت، يبقى أنا عندي حساس لإيقاف الماكينة عند امتلاء اسطوانة السحب والطي. والجهاز ده يعتبر زيادة عندي، أنا ما خدتهوش في المكنة المستطيلة العادية. ليه؟ لأن المكنة المستطيلة العادية كانت بتشتغل يدوي، أنا اللي بحركها يمينا ويسارا. يبقى الطبيعي كانت لما الفتلة بتتقطع كنت بشوفها وبوقف المكنة، لكن المكنة الأوتوماتيك مفيش حاجة هتوقفها غير إيه؟ الحساس. يبقى الحساس ده متصل بدايرة كهربية عبارة عن طرف سالب وطرف موجب، والخيط بيمر في النص. أول ما الخيط بيتقطع الطرف السالب بيلحم مع الطرف الموجب ويقفل لي ويعمل دايرة كهربية، نتيجتها بتبقى إيه؟ إيقاف الماكينة وإضاءة لمبة. طب ليه إضاءة اللمبة؟ أمال العامل هيعرف منين الخيط هنا اتقطع؟ يبقى الطبيعي بإضاءة اللمبة دي بتعرف العامل إن في خيط اتقطع، وبالتالي يبدأ يلضم المكنة تاني. طيب ولو الإبرة اتكسرت نفس الموضوع، برضه هيقفل الدايرة الكهربية ويوقف المكنة وينور لي لمبة ولكن بلون تاني، عشان العامل يقدر يحدد إن اللي هنا اتكسرت إبرة ما انقطعش الخيط. يبقى مجموعة الحساسات دي مجموعة زيادة عندي في المكنة المستطيلة الأوتوماتيكية لنصف جاكار، ليه؟ مسؤولة عن إيقاف الماكينة أوتوماتيكيا. طيب عندي جهاز كمان اسمه جهاز إيه؟ جهاز الكرتون الجانبي. جهاز الكرتون الجانبي ده هو الجهاز المسؤول عن الحركات الأساسية للماكينة. يعني إيه؟ أنا بعمل كرتون
وبثقبه حسب الحركات الأساسية. يعني أنا عايزة أشغل كامات هعمل ثقب للكامات، عايزة أشغل المغذي يبقى هعمل ثقب للمغذي، عايزة أشغل عريجة يبقى هعمل ثقب للعريجة. يبقى جهاز الكرتون الجانبي ده هو المسؤول عن الحركات الأساسية للماكينة. وعندي آخر حاجة هو المحرك الكهربي، اللي هو وظيفته تحويل الطاقة الكهربية إلى إيه؟ إلى طاقة حركية لتحريك أجزاء الماكينة. يبقى إحنا كده خدنا فكرة عامة عن الباب الأول عندي، اللي هو بيتكلم عن الماكينة المستطيلة الأوتوماتيكية النصف جاكار. يبقى أول باب عندي في المنهج هو ماكينة التريكو المستطيلة الأوتوماتيكية النصف جاكار، عرفناها واتكلمنا عن الجوج بتاعها أو نمرها، وكمان بناخد فكرة عن كل الأجزاء بتاعتها الـ 14 جزء. هندرس مع بعض بعد كده إن شاء الله لما نبدأ في المادة بتاعتنا العلمية، هنبدأ ندرس كل جزء من حيث إيه؟ من حيث شكله وبيصنع من إيه ووظيفته. دي حاجات مهمة جدا عشان في التقويم النهائي هي دي الأسئلة اللي بتجيلي في الامتحانات. يبقى أنا لازم وأنا بذاكر أبقى مركزة كويس جدا في أجزاء الماكينة الـ 14 جزء اللي عندي. طيب عندنا بعد كده نكمل مع بعض، عندي مجموعة الكامات، دي رسمة لمجموعة الكامات عبارة عن كامات الصعود والهبوط والسرة والحرسة، لأن إحنا عندنا بيجيلي في الامتحان دي مادة معدات، لكن ما بيجيش يقول لي ارسمي، لكن ممكن يجيب لي رسمة ويحط لي عليها أرقام ويقول لي الرسمة دي تخص إيه واكتبي الأرقام عليها. محضرين كمان النهاردة إن شاء الله فيديو هيظهر معايا الخط الإنتاجي داخل المصانع لماكينات التريكو المستطيلة. أهو ده شكل المكنة المستطيلة بتاعتي داخل الخط الإنتاجي. طبعا إن اختلف شكلها عن المكنة اللي موجودة عندنا في الورش تحت، لكن الأساس عندي واحد، عبارة عن قضيب إبر مستطيل بيمتد بعرض الماكينة، وأدي العربة اهي بتتحرك يمينا ويسارا. قدامنا حامل الكونات اهو عليه الألوان بتاعتي الأبيض والأحمر، ومن فوق عندي وحدات الشدد اللي هي المسؤولة عن تنظيم سحب وشد الخيط. طبعا قسم التريكو دلوقتي بيغزو العالم في إنتاجه أهو، طبعا لأن قسم التريكو دلوقتي من الأقسام اللي شغالين فيها صيف وشتاء. يعني إيه صيف وشتاء؟ يعني بننتج ملابس صيفية وملابس شتوية، ده غير الملابس الداخلية. ده احنا زي ما احنا شايفين المكنة دي مستطيلة عرضها كبير، فهو بيستفيد منها بان هو بيعمل لي اكتر من قطعة، يعني مقسم اهو العرض بتاعي بمجموعة من الاجزاء بحيث ان انا اقدر استفيد من عرض المكنة بتاعي واعمل مجموعة من الاجزاء بمجموعة من العينات. طبعا ده خط انتاج كبير داخل المصنع، عامل واحد بيتولى مهمة مجموعة من الماكينات لانه مكن اوتوماتيك. وزي ما احنا شايفين اهو ده كده جاكر، يعني ده لما نيجي ندرس المكنه المستطيله الجاكر هنلاقي التصميمات دي ازاي نعرف بننفذها. طبعا عامل واحد بس هو اللي بيبقى مسؤول عن اكتر من مكنه، لان المكنه شغاله اوتوماتيك بيراعيهم بس. اول ما خيط يتقطع المكنه بتبدا تقف ويبدا اللمبه تنور فيرشدوا عن مكان قطع الخيط. زي ما احنا شايفين ادي مجموعه وحدات الشدد من فوق اهي، عندي حامل الكونات اهو عليه مجموعة الكونات اللي شغالة، ادي مكنة كانت متوقفة لانقطاع الخيط بيبدأ العامل يصلحها ويبدأ يعيدها في التشغيل. دي مجموعة من الماكينات شغالة تصميم تاني اهو زي ما احنا شايفين. كل التصميمات دي بتنتج عن طريق ماكينات التريكو المستطيلة اللي بقت حاليا بتغزو السوق بتاعنا، واللي لازم الطالب بتاعنا يخرج يتعرف على طرق تشغيل الماكينات دي، يعني ما يكتفيش بالناحية العلمية من الكتاب بس، لا لازم يثقل مواهبه بطريقة تشغيل الماكينات دايما، ولازم نخش تدريبات في المصانع عشان ناخد فكرة عن التطوير التكنولوجي اللي بيحصل. ده شكل الماكينات اهي، دي وحدات الشدد اللي موجودة عندي فوق، عندي الكونات موجودة، وزي ما احنا شايفين العامل بيباشر اكتر من مكنة في الخط الانتاج بتاعي اهو. دي ماكينات مستطيلة
ذات عرض كبير زي ما احنا شايفين، ممكن يوصل العرض بتاعها ل 3 متر. ممكن انا استفيد بالعرض كله لو انا عايزه اعمل قماشه واحده، وممكن اقسمها بحيث لو انا عايزه اعمل قماشه عرضها متر، طب والبقيه المترين اعمل بيهم ايه؟ فبقسم المكنه لمجموعه من الاجزاء وبشتغل زي ما احنا شايفين اهو، وبتبدا تديني اكتر من رقعه، يعني اكتر من قطعه قماش اهي قدامي اهو، تعمل لي اكتر من قطعه قماش في وقت واحد زي ما احنا شايفين. انا عايزه اعمل قطعه قماش صغيره والعرض بتاعي كبير، فانا بستفيد منه بان انا اقسم عرض المكنه بتاعتي بحيث ان هو يطلع لي اكتر من قطعه قماش في وقت واحد. نكمل مع بعض. دي من احدث الماكينات المستطيله اللي بتشتغل عندنا في السوق بالكمبيوتر، بيبدا يتحمل التصميم على الكمبيوتر زي ما احنا شايفين، وبتبدا المكنه تشتغل اوتوماتيك وتنزل لي التصميم اللي انا محمله بيه المكنه بتاعتي اهو. مجموعه الالوان بتاعتي ادي التصميم اهو نازل، بيتحمل عليه اي تصميم انا عايزه انفذه، ببدا احمله على الكمبيوتر بتاع المكنه وببدا انزل. طبعا زي ما قلت صناعه التريكو تغزو العالم حاليا بمنتجاتنا الصيفيه والشتويه اهو، زي احنا شفنا اهو، في اكتر من مصنع اكتر من شكل. يبقى احنا كده عرضنا ازاي شكل مكن التريكو داخل المصنع، عرضنا خدنا فكرة عن المكن المستطيل، وخدنا فكرة عن الانتاج بتاعي ازاي اقدر اطلع انتاج في اقل وقت. طبعا المكنة دي ماكينات سريعة جدا وبالتالي بتزود لي في الانتاج. يبقى احنا كده خلصنا من الباب الاول بتاعنا اللي هو الباب اللي بيتكلم عن المكنة المستطيلة الاوتوماتيكية النصف جكر. طب الباب التاني عندي في المنهج هيتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن ماكينة الاوفرلوك. ايه ماكينة الاوفرلوك دي؟ ماكينة الاوفرلوك دي من ماكينات التشطيب او من ماكينات خط التشطيب اللي بتستخدم في تشطيب وحياكة ووصل اقمشة التريكو. في عندي منها اكتر من نوع. يعني ايه عندي منها اكتر من نوع؟ عندي 3 فتلة وعندي 4 فتلة وعندي 5 فتلة. 3 فتلة يبقى معنى كده ان الفتلة بتاعتي او الغرزة بتاعتي بتتكون من 3 خيوط. عندي 4 فتلة يبقى الغرزة بتاعتي هتتكون من 4 خيوط، ولو 5 يبقى انا في عندي خط حياكة اضافي مع خط الاوفرلوك. طيب ماكينة الاوفرلوك دي هندرسها، طبعا لازم تدرس كلها. هندرسها من حيث ايه؟ اول حاجة انواعها اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي، وعن ايه كمان؟ اول نوع اهو ده رسم تخطيطي لماكينة الاوفرلوك 5 فتلة. طب انا عرفت منين انها 5 فتلة؟ لو انا بصيت كده هلاقي عندي 5 اصابع للبكر، 5 اصابع لوضع البكر. يبقى معنى كده ان المكنة دي 5 فتلة، عشان كده محدد لها 5 اصابع لوضع البكر. بتتكون من ايه مكنة الاوفرلوك دي؟ عبارة عن الجسم والقاعدة. الجسم ده اللي هو الجزء العلوي من المكنة، وبلاقي بيحوي جميع الاجزاء التي تتكون منها الغرز. والجزء الاخير اللي هو الاخير اللي هو عبارة عن القاعدة بتاعتي، ودي بيبقى فيها الدواسات، فيها المحرك الكهربي، فيها درج المستلزمات، وفيها القاعدة اللي بتحمي الجسم الماكينة. ده شكل الخمسة فتلة. طيب ده شكل الثلاثة فتلة، ودي موجودة عندنا في الورش كلنا، عبارة عن 3 فتلة اهي، عشان عندي 3 اصابع هم قدامي، وعندي 3 محددين لطول الغرزة او العيارات بتاعتي. طيب عايزين نشوف بقى دلوقتي كمان ماكينة الاوفرلوك الثلاثة فتلة داخل الخط الانتاجي. ده شكل ماكينة الاوفرلوك اللي موجودة عندنا في الورش، والجزء اللي قدامي ده هو الجسم، والجسم ده هو الاساس لان هو اللي فيه كل الاجزاء اللي بتشتغل معايا وبتتعاون مع بعض في تكوين الغرز. طيب عرفنا منين ان هي 3؟ قلنا عن طريق اهو 3 اصابع موجودين قدامي مسؤولين عن طول الغرزة بتاعتي اهو قدامي. وعندي كمان هلاقي ان المكنة دي بيتم فيها التزييت اوتوماتيكيا، يعني بيتوزع فيها الزيت اوتوماتيك، فبيبقى في مكان عندي الوضع الزيت والمؤشر، المؤشر ده عشان يبين لي
ان المكنه فيها زيت محدد بتاعها. ده شكل جسم الماكينه بتاعتي اللي فيها مجموعه الاجزاء، وبيطلق عليه في اسم في المصانع اسم الراس. الراس ده هو اللي بيبقى فيه كل الاجزاء بتاعتي. ادي اهي قطعه القماش موجوده قدامي، اتعمل لها الاوفر زي ما احنا شايفين اهي. دي كده غرزه الاوفر اهي، غرزه سلسله مطاطيه تتميز بالمطاطيه، علشان كده بنستخدمها في اقمشه التريكو، لان اقمشه التريكو بتاعتي بتتميز بالمطاطيه. اهو ده شكل المكنه عن قرب. حدد لي مجموعه الاجزاء بتاعتي من اول الابره وعمود الابره، وعندي الثلاث عيارات بتوعي اللي محددين لي طول الغرزه اهو، العيارات بتاعتي. عندي كمان تحتيها مؤشر الزيت، ادي مؤشر الزيت بتاعي اللي بيأكد لي ان المكنة فيها زيت. وطبعا بيتحط وضع الزيت فيها من فوق، يعني ده مجرد بس المؤشر بس عشان يبين لي الزيت بتاعي. عندي كمان هلاقي من فوق المؤشر او المكان اللي بيتم وضع الزيت فيه، وعندي في الجنب البقرة اللي هي المسؤولة عن السرعات. لو انا بصيت هنا كده هلاقي عندي الإبرة والكروشيه بتوعي اهو، اللي هو بيتم فيها طريقة اللضم. وتحت عندي جزء مسنن، احنا شايفينه مع بعض اهو، جزء مسنن معدن، ده اسمه مشط التغذية. طبعا سموه مشط التغذية لان هو المسؤول عن تغذية الماكينة بالقماش اهو، ده اسمه مشط التغذية المشط المسنن ده. وادي المكان اهو اللي بنحط فيه الزيت اهو، بيتفتح وببدأ احط هنا الزيت المخصص ليها، وبيبدأ يتوزع على أجزاء الماكينة الداخلية لمنع الاحتكاك طبعا والتآكل. وعندي كمان مكان بيوضح لي طريقة اللضم، ماكينة الأوفر لازم تتلضم بالطريقة الصح عشان أقدر أشتغل بيها صح، فلازم يكون محدد لي الجزء اللي هيتلضم قبل الجزء الآخر، فبيعمل لي خريطة. الخريطة دي بتساعدني في لضم ماكينة الأوفر بتاعتي. عندي دي القاعدة اهي تحت اهي، فيها مجموع زراير التشغيل، وطبعا متصلة من تحت بالدواسات اللي هي دواسة التشغيل، ومثبت بيها الموتور اهو. ده المكان بتاع الخريطة بتاعتي اللي بيكون فيها طريقة لضم ماكينة الاوفرلوك اهو، بيحدد لي طريقة اللضم عشان وانا شغالة برضو من المكنة لازم ألضمها صح، فبيحدد لي اجزاء طريقة اللضم. عن طريق الجفت بيتم فتح جزء الرأس اهو زي ما احنا شايفين اهي، ملضومة اهي من الداخل، ولازم قلت انها تتلضم صح، لان لو ما اتلضمتش صح مش هتشتغل معايا. وضحت لي اهو شكل الابرة والكروشيه من الداخل، وادي الجفت اللي بيتم بيه لضم الخيط اهو زي ما احنا شايفين اهو، لان طبعا الاجزاء الداخلية بتبقى صعب الوصول اليها، فالجفت بيبدأ يساعدني في عملية لضم ماكينة الاوفرلوك. وعندي طبعا المؤشرات الجانبية لتحديد السرعات دي اهي، وضح لي هنا اجزاء ماكينة الاوفر، ده المسؤول عن ترس المسنن بتاعي او مشط التغذية، هو اللي بيبدأ يرفع ويخفض من مشط التغذية بتاعي اهو، مؤشر بدرجات ببدأ احدد الدرجة اللي انا عايزاها عن طريقه. ادي موجود عندي اهو، ده طبعا ده كده فيديو توضيحي لماكينة الاوفرلوك التلاتة فتلة اهو. ده مشط التغذية اهو اللي احنا قلنا هو المسؤول عن تغذية الماكينة بالقماش بتاعي، واللي بيتحرك عليه القماش، ولازم ارفع واخفض حسب نوع القماش بتاعي. يعني لو القماشة سميكة غير لما تبقى قماشة خفيفة عشان خاطر عملية الشد يمنعها من التمزق اهو. ودي دلوقتي الابرة بتاعتي ملضومة مع الكروشيه، دي طريقة لضم ماكينة الاوفر لوك بتاعتي. ومن الجنب هنا اهو المؤشر المسؤول عن سرعات الماكينة. يبقى احنا هنا بدأنا بماكينة التريكو المستطيلة الاوتوماتيكية النصف جكر، وكملنا الباب التاني مع ماكينة الاوفر لوك، وقلنا ان اهم اجزائها هم حاجتين. ايه هم حاجتين؟ الجسم والقاعدة. واحنا لسه شايفين دلوقتي في الفيديو جسم المكنة اللي بيحوي مجموعة الأجزاء بتاعتي اللي احنا هندرسها بالتفصيل إن شاء الله لما نبدأ في دراسة المنهج،
ببدأ أدرس كل جزء، وظيفته إيه وشكله إيه ويصنع من إيه، ده أهم حاجة عندي. وبعد كده بندرس القاعدة اللي هي المسؤولة عن حمل أجزاء الماكينة. يبقى احنا خلصنا الباب الأول والباب الثاني، اتعرفنا فيه على المكنة المستطيلة الأوتوماتيكية النصف شكر، والباب الثاني اتعرفنا فيه على ماكينة الأوفرلوك. وهنا كان بيبقى نهاية الترم الأول بتاعي اللي أنا بمتحن فيه. يبقى الترم الأول عندي شامل الباب الأول والباب الثاني، وبنقف عند الباب الثالث. طيب الباب الأول والباب الثاني التقييم بتاعهم بيبقى إزاي؟ يعني بيجي لي في الامتحان إزاي؟ بتجي لي أسئلة من متعدد، يعني مجموعة أسئلة، ويجي لي لكل سؤال اختيارات، 3 اختيارات 4 اختيارات، وأبدأ أختار من الإجابة الصح. بيجي لي كمان أكمل، ما يجيبليش كلمات، ويجيب لي جملة تكون ناقصة وأنا أحدد الكلمة الناقصة. ممكن كمان يجي لي صح وغلط مع التعليل، يعني أصحح، ولو عندي حاجة غلط بقول هي غلط يبقى الصح بتاعها إيه. ده كده كان بيبقى نهاية الترم الأول بتاعي. وبنبدأ الباب التالت بإيه مع بعض؟ بدراسة المقاسات الكهربائية. أنا عندي المقاسات الكهربائية مقاسات مستمرة، عندي الغرض الأساسي من المقاسات الكهربائية هو قص طبقات من القماش عن طريق الباترون. يعني أنا بعمل الباترون وبحطه على كمية القماش كلها وببدأ أقص مرة واحدة. طب أنا عندي كم نوع من المقاسات؟ أنا عندي المقص الكهربائي المستدير، عندي المقص الكهربائي المستطيل، وعندي المقص المنشور. طب إحنا منهجنا بقى هندرس كم نوع من المقاسات؟ هندرس نوعين. ايه هما النوعين اللي احنا هندرسهم؟ هندرس المقص المستطيل وهندرس المقص المستدير. ده شكل المقص المستطيل بتاعي اهو، وسلاح القص بتاعه مستطيل زي ما احنا شايفين، وعندي موضع للزيت عشان طبعا هو هيشتغل فهيدي حرارة، فطبيعي لازم يكون عندي زيت يبرد للأجزاء. عندي كمان موضع الزيت بتاعه اهو والمؤشر بتاعه. عندي السلاح اللي هو عبارة عن سكينة، السكينة مستقيمة بتشتغل لأعلى ولأسفل أو ترددي. وعندي تحت المؤمن للسلاح اللي هو هيأمن إيديا وأنا شغالة. وعندي القاعدة اللي عن طريقها ببدأ أحرك المقص، وفي فوق المقبض اللي بيساعدني في التحكم في المقص. طبعا لما نيجي ندرس المقصات هندرس الأجزاء دي كلها بالتفصيل. ده النوع الثاني من المقصات اللي هو المقص المستدير. المقص المستدير أطلق عليه المقص المستدير لأن زي ما احنا شايفين سلاحه مستدير، بيقص الخطوط المستقيمة، وعلشان كده المقص المستطيل يعتبر أكثر انتشارا من المقص المستدير. زي ما احنا شايفين سلاحه مستدير، ليه حجر مسن عشان طول ما انا شغالة بقص بيسن الحجر، وعندي مؤمن السلاح او حافظه ليه عشان تحفظ ايديا وانا شغاله، وعندي من فوق يد الارتكاز والمقبض اللي بيساعدوني في تحريك المقص، وعندي القاعده دي فيها مجموعه من العجلات اللي بتساعدني في تحريك المقص. يبقى ده كان النوع الثاني من المقصات اللي هو المقص المستدير. يبقى احنا كده خدنا فكره عن 3 ابواب، نسترجعهم تاني. الباب الأولاني كان المكنة المستطيلة الأوتوماتيكية لنصف جكر، خدنا فكرة عن أجزائها، وخدنا فكرة عن خط الإنتاج للماكينات المستطيلة داخل الورش، ودي حاجة مهمة جدا، لازم كلنا كبنات وطلبة قسم التريكو لازم نخش المصانع دي ونشوف طرق تشغيل المختلفة للماكينات عشان أحمل نفسي بالمهارة. مادة المعدات دي هي العصب الأساسي لكل تخصص. وخدنا إن الباب التاني بيتكلم فيه على ماكينة الأوفر، وقلنا ان احنا كده الترم الاولاني هينتهي عند الباب الاول والباب التاني. الباب التالت عندي كان المقصات، وقلت ان انا عندي نوع المقصات المقصات الكهربائيه اللي عن طريقها بيتم قص طبقات من القماش قص متماثل، ده غير ان بيبقى فيه زياده في الانتاج. انا بحط الباترون على كميه القماش اللي انا عايزاها وببدا احرك المقص. عندي نوعين من المقصات هندرسهم بالتفصيل، عندي المقص المستطيل وده أكثر المقصات انتشارا في السوق وسلاحه بيبقى مستقيم أو مستطيل. عندي كمان المقص المستدير اللي السلاح بتاعه بيبقى مستدير، ولازم ناخد بالنا إن يكون فيه مؤمن للسلاح عشان يحفظ إيديا،
وبيبقى فيه عجلات في القاعده عشان تسهل لي عمليه التشغيل والحركه. يبقى احنا كده خدنا فكره عن 3 ابواب من الخمسه. طيب الباب الرابع عندي بيتكلم عن ايه؟ الباب الرابع عندي بيتكلم عن ادوات الكي. بندرس مع بعض ادوات الكي. اول حاجه بناخد الغرض من عمليه الكي. انا ليه بكوي؟ يبقى الغرض من عمليه الكي 4 5 نقط كده لازم نبقى عارفينهم، اللي هو فرد الاقمشه، تسطيح الخياطات، الجسم الملبس ياخد شكل الجسم، فرد الاقمشه، الحفاظ على المظهر الجيد. كل دي غرض من عمليه الكي. يبقى اول حاجه بندرسها هو الغرض من عمليه الكي. كمان بندرس العوامل الاساسيه لاتمام عمليه الكي. ايه هي العوامل الاساسيه؟ انا عندي 3 عوامل اساسيه. ايه هما؟ الضغط، الحراره، والرطوبه. اي عامل من دول بينقص لا تتم عمليه الكي بنجاح. يبقى لازم تتوافر عندي الضغط والحراره والرطوبه عشان اقدر اعمل عمليه الكي بنجاح. كمان في الباب ده هنتعرف على انواع المكاوي بتاعتي، من اول المكوى الكهربائيه العاديه، المكوى الكهربائيه الاوتوماتيكيه، والمكوى الكهربائيه البخاريه. كل ده ان شاء الله لما نيجي ندرسه هندرس كل مكوى باجزائها وطريقه تشغيلها، وايه هو الفرق ما بين المكوى الكهربائيه العاديه والاوتوماتيكيه، ان احنا ضفنا المؤشر الكهربائي. طب وايه الفرق ما بين المكوى الكهربائيه الاوتوماتيكيه والبخاريه؟ ان احنا ضفنا خزان للماء. يبقى معنى كده لازم ابقى فاهمه كويس جدا الفرق ما بين المكاوي وبعضها عشان لو جالي اي سؤال في الامتحان اقدر اجاوب. كمان هندرس المنضده، منضده الكي بالبخار، وان شاء الله محضرين ليكم مجموعه من الفيديوهات داخل المصانع بتوريني ازاي انا بستخدم المكاوي والمناضد اثناء عمليه الكي. طيب نكمل مع بعض. بعد العوامل التي تتوقف عليها عمليه الكي هندرس المكوى الكهربائيه العاديه، هندرس المكوى الكهربائيه والمنتجه للبخار. ونبدا مع بعض الباب الخامس بتاعي بماكينه مهمه جدا اسمها ماكينه الرمياج. طيب يبقى احنا هنا خدنا منهجنا عباره عن 4 ابواب. طب احنا عايزين نعرف دلوقتي ازاي اقدر اتقيم، يعني مع نهايه الباب الثاني المفروض في امتحان الترم الاول، ازاي اقيم نفسي، ازاي اقدر احدد انا فهمت ولا لا. يبقى انا لازم اكون مذاكره وفاهمه، لازم الفهم ده شيء اساسي عندي عشان هو ده اللي بيثقل لي المهاره بتاعتي. يبقى انا لازم ابقى فاهمه انا مذاكره ايه، وفاهمه كل جزء بيصنع من ايه، فاهمه كل جزء وظيفته ايه. دي حاجات مهمه جدا عندي. ليه؟ علشان دي هي اللي بتساعدني في دراسه الماده العلميه بتاعتي. عندنا المكنة المستطيلة الأوتوماتيكية النصف جكر. اللي بيفرق عن المكنة المستطيلة العادية قلنا وجود نوعين من الإبر، اللي هي إبر ذات كعب طويل وإبر ذات كعب قصير. يبقى عن طريقها في إمكانية إن أنا أنتج أقمشة مختلفة. يبقى أنا لازم أبقى عارفة إن في فرق ما بين الماكينة المستطيلة العادية والماكينة المستطيلة النصف جكر. لما نيجي ناخد في سنة ثالثة إن شاء الله الماكينة المستطيلة الأوتوماتيكية الجكر هلاقيها زي الماكينة المستطيلة بالظبط اللي احنا درسناها من سنة أولى، بس مضاف عليها بقية مجموعة من الأجزاء الأخرى زي جهاز إيه؟ زي جهاز الجكر. وبنكمل مع بعض وبناخد ماكينة الأوفر. وقلنا إن ماكينة الأوفر ليها أكتر من نوع، ليها 3 فتلة و4 فتلة و5 فتلة. وبندرس كمان كل نوع أجزائه بالتفصيل وكل جزء وظيفته إيه عشان نبقى فاهمين كويس، عشان لما يجيلي في الامتحان مثلا رسمة أقدر أحدد عليها الأجزاء بتاعتي. ده بالنسبة لي نهاية الترم الأول. وبنبدأ الترم الثاني بإيه؟ بالمقصات. وقلت أنا عندي 3 أنواع للمقصات، عندي مقص مستطيل، عندي المقص المستدير، وعندي المقص المنشار. طب أنا هدرس الـ3 أنواع؟ لا، أنا بدرس بالتفصيل نوعين بس. إيه هما النوعين بتوعي؟ الماكينة المقص المستطيل والمقص المستدير. هنلاقي ان الاجزاء بتاعتهم متشابهه مع اختلاف شكل السن او شكل السلاح بتاعي، وكمان هلاقي طريقه التشغيل بتاعتنا مختلفه، وهلاقي ان المقص المستطيل اكثر انتشارا من المقص المستدير، لان المقص المستدير بيبقى مسؤول عن قص الخطوط المستقيمه. بعد المقصات هندرس ايه؟ ايوه، الادوات المساعده للكي. هندرس كل ما يخص الكي،
من اول الغرض الاساسي من عمليه الكي انا ليه بكوي، وكمان العوامل الاساسيه التي على اساسها بتتم عمليه الكي، ولازم تتوافر الثلاث شروط الضغط والحراره والرطوبه عشان اقدر انجح عمليه الكي. كمان هندرس انواع المكاوي، المكوى الكهربائيه العاديه والمكوى الكهربائيه الاوتوماتيكيه والمكوى الكهربائيه الاوتوماتيكيه ولكن بخاريه، وهندرس الفرق ما بين كل واحده والتانيه. طب ايه الفرق؟ نفتكر اما اقول مكوى كهربائيه عاديه يبقى اكيد ما فيش ليها مؤشر لدرجات الحراره، لكن المكوى الكهربائيه الاوتوماتيكيه ضفنا لها مؤشر للحراره، والبخاريه ضفنا لها خزان للماء. وبندرس كمان منضده الكي بالبخار، ودي هنلاقي ليها انواع كثيره جدا، يبقى احنا لازم ندرس كل الانواع ونعرف كل نوع انا ممكن اشتغل بيه ايه او استفيد منه بايه. ده بالنسبه لي منضدة الكي. عندي كمان حاجه مهمه جدا، الادوات المساعده ليا لعمليه الكي. الادوات المساعده للكي بتاعتي دي مجموعه من الادوات بنستغلها. طب نكمل مع بعض ونشوف الباب الخامس. عندي ماكينه الرمياج. ماكينه الرمياج دي هتبقى هي الباب الخامس عندي، وهندرس فيها الاجزاء الرئيسيه. الاجزاء الرئيسيه لماكينه الرمياج. طب ماكينه الرمياج دي بتستخدم في ايه؟ ماكينه الرمياج بتستخدم في وصل وتشطيب وحياكه الاقمشه. ادي شكل الغرض منها، ادي شكل لماكينه الرمياج عندي. هلاقي عندي الكونات، الكونات اهي موجوده على حامل الكونات، واللي بيطلق عليه اسم الشمعدان. الشمعدان بتاعي بيتم وضع الكونات الخاصه بيها. عندي كمان راس الماكينه اللي موجوده تحت. راس الماكينه دي اللي بيبقى موجود فيها ابره التغذيه، هي المسؤوله عن عمل الغرزه بتاعتي. بجيب قطعه القماش اللي انا عايزه اعمل لها عمليه حياكه. يعني ايه؟ يعني انا عايزه اوصل مثلا الكم مع الصدر او الظهر، او عايزه اعمل اللياقه مع الامام او الخلف، بستخدم ماكينه الرمياج. عندي الكرسي بتاعي، الكرسي المتحرك ده كرسي متحرك به مجموعه من الابر. الابر دي زي ابر التريكو بتاعتنا بالظبط اللي احنا اشتغلنا عليها اهي. عندي كمان فيها موجود مجموعه الابر دي، بيتم تشابك قطعة القماش المطلوبة، وعن طريق إبرة التغذية ببدأ أعمل عملية وصل، وصل للأجزاء بتاعتي اللي أنا هوصلها. وعندي من تحت في دواسة التشغيل، الدواسة دي هي اللي بتساعدني في عملية التشغيل. يبقى أنا عندي الكرسي المتحرك ده هو اللي فيه مجموعة الإبر، وعندي الشمعدان بيتم وضع في عليه الكون اللي هو طبعا ألوانه لازم تكون متناسبة مع القماشه اللي انا هعمل لها عمليه وصل. يعني انا عندي قطعه قماش للامام وقطعه قماش مثلا للخلف، وعايزه اوصلهم ببعض، لازم اللون بتاعي يبقى متناسب معاهم. بيتم وضع الكون اهو، بيتم لضمها من امرر الخيط من الشمعدان، بوصل لراس الماكينه. راس الماكينه بلضم الخيط في ابره التغذيه بتاعتي اهو. وعندي القرص المتحرك ده قرص مستدير بيبقى موجودة عندي فيه الإبر. الإبر دي هي اللي بيبدأ يلف فيها القماشة بتاعتي، أبدأ أشبك القماشة عليها وببدأ أشغل المكنة. وعندي تحت دواسة التشغيل زي ما احنا شايفين، وعندي الحامل أو الأرجل اللي بيشيل كل الأجزاء اللي موجودة عندي دي، لازم تكون مصنوعة من الحديد الصلب عشان تتحمل الأجزاء اللي موجودة عليها. وتحت هي الدواسة التشغيل اللي بالضغط عليها بتتم عملية التشغيل. يبقى احنا كده دي آخر باب عندنا، هو ماكينة الرمياج المسؤولة عن وصل وتشطيب أقمشة التيكو. دي كده آخر باب عندنا. يبقى احنا عندنا هنا خدنا اتعرفنا على الماكينات بتاعتي كلها، خمس ابواب على ماده المعدات، وقلت ان ماده المعدات دي من المواد المهمه جدا بتاعتي، وهي الاساس عندي في التخصص، او هي العصب الاساسي لماده بتاعتي هي ماده المعدات.
وبنكمل بعد كده بقية المواد الأخرى، لكن الأساس عندي هي مادة المعدات. خدنا 5 أبواب. عندي الترم الأول بينتهي بأول بابين، هو الباب الأول اللي هو الخاص بالمكنة المستطيلة الأوتوماتيكية النصف جكر، وقلنا إن الفرق ما بينها وما بين المكنة المستطيلة العادية اللي احنا درسناها في سنة أولى هو وجود نوعين من الإبر، إبر كعب طويل وإبر كعب قصير. يبقى معنى كده لازم ان انا راجع على منهج الصف الاول وراجع على المكنه المستطيله كويس جدا وافهمها، لان هي دي الاساس عندي، هي دي اللي انا ببني عليها اللي جاي كله. لان انا عندي المكن بتاعي مكن التليكو منقسم الى نوعين، المكن المستطيل والمكن المستدير. المكن المستطيل بدانا من سنه اولى بالمكنه المستطيله العاديه، وبعد كده في سنه تانيه هنكمل عليها المكنه المستطيله الاوتوماتيكيه النصف جكر اللي قلنا ان فيها نوعين من الابر. ولان فيها نوعين من الابر قلنا ان ده بيتطلب معانا ان احنا هنضيف حركات للكامات. عندي مجموعه الكامات بتاعتي كامات صعود وكامات هبوط وكامات سره وكامات حرسه، وقلنا ان كامات الصعود هيكون ليها 3 حركات، وضع تشغيل ونص تشغيل وعدم تشغيل. كمان كامات السره اللي هي المسؤوله عن الغرزه المعلقه هيكون ليها نفس الحركات اللي هي تشغيل ونص تشغيل وعدم تشغيل. وقلنا كمان ان المكنه دي لازم هيكون فيها مجموعه من الحساسات. ليه فيها مجموعه من الحساسات؟ لان هي المسؤوله عن تشغيل الماكينه اوتوماتيكيا. يبقى الطبيعي في حاله انقطاع الخيط او انتهاء الخون او كسر الابره لازم ايقاف الماكينه اوتوماتيكيا. طب هتقف الماكينه اوتوماتيكيا عن طريق ايه؟ عن طريق الحساسات. طب مين بقى الجهاز المسؤول عن الحركات الأساسية في المكنة؟ هو جهاز الكرتون الجانبي. يبقى احنا هنا درسنا أول حاجة عندي المكنة المستطيلة بكل أجزائها، وكمان شفنا فيديو داخل الورش بتاعتنا والمصانع عشان نشوف شكل المكنة وهي شغال، لأن لازم أكسب مهارة التشغيل، لازم أعرف المكنة بتشتغل إزاي، لازم يبقى عندي رؤية وفهم إن أنا لازم أكون مركز في المكنة بتاعتي. وقلنا إن الباب التاني عندي هيكون في ماكينة الأوفرلوك، وقلت إن أنا عندي منها 3 أنواع، ماكينة الأوفرلوك 3 فتلة و4 فتلة و5 فتلة، وقلت إن هي بتعمل لي غرزة السلسلة اللي بتتميز بالمطاطية. وعند البابين دول بننهي الترم الأول وبيبقى في امتحان. طب إحنا كنا عايزين كمان ناخد فكرة الامتحانات ممكن تيجي إزاي، يبقى إحنا لازم نبقى عارفين إن الامتحان ممكن يجي لي من اختيار من متعدد، مجموعة من الأسئلة ويجي لي ليها اكتر من اختيار، واختار انا الاجابة الصح من المتعدد. كمان ممكن يجي لي صح وغلط. طب الصح وغلط ده بيجي لي بس كده؟ لا، ممكن يجي لي كمان مع التعليل. طب هي درجة المادة من كام؟ المادة عندي من 50 درجة، منقسمة الى 25 للترم الاول و25 للترم التاني. بكده يبقى احنا قفلنا الترم الاول وبنبدأ في الترم التاني بتاعي. الترم التاني بتاعي بيشمل 3 ابواب. ايه هما الـ3 ابواب بتوعي؟ الباب التالت اللي هو كان بيشمل عندي المقصات، وقلت انا عندي نوعين من المقصات، مقص مستدير والمقص المستطيل. والباب الرابع بيبقى عندي نوع الاخير عندي اللي هو ادوات المساعدة للكي، وبدرس فيه كل ما يخص الكي من اول الغرض منه والعوامل الاساسية لاتمام عملية الكي. وقلت فيه 3 عوامل لازم تتم بيهم عملية الكي. كمان بدرس فيها المكاوي بتاعتي من اول المكوى الكهربائيه العاديه للاوتوماتيكيه للبخاريه، ولازم اعرف الفرق ما بين الـ3 انواع. بندرس كمان مناضد الكي بتاعتي البخاريه وانواعها داخل المصانع، وممكن استخدم ازاي طريقه الكي الصح. واخر باب عندي هيبقى ماكينه الرمياج اللي بتستخدم في وصل وتشطيب أقمشة التريكو، لو أنا عايزة أوصل الأمام بالخلف بالأكمام باللياقات بالأساور بستخدم ماكينة الرمياج اللي موجودة عندنا آخر باب. يبقى احنا كده خدنا فكرة عامة عن المواد بتاعتنا، وأهم مادة بدأنا بيها النهاردة هي مادة المعدات اللي هي المادة الأساسية عندي اللي احنا بدأناها من سنة أولى. يبقى ناخد بالنا إن في مواد عندنا متصلة ومواد منفصلة. المواد المتصلة عندي اللي احنا هنكمل عليها هي مادة المعدات، مادة الرسم الفني، ودي من المواد المهمة جدا عندي، عندي مادة التراكيب البنائية
وعندي كمان الخامات، وبضيف عليهم السنة دي مادتين مهمين جدا، هما مادة المقايسات اللي احنا هنبدأها السنة دي ونكملها السنة تالتة، وكمان مادة التخطيط. يبقى أنا كده اتكلمت عن 6 مواد أساسية عندنا لمواد الصف الثاني، بدأناهم النهاردة، تعرفنا على مادة المعدات، وإن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله هنبدأ نتعرف على بقية المواد مادة مادة. أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا معايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.